مرحبا بكم في رواقي الإبداع. في هذا العدد نتابع تغطية لفيلم همسة الفجر، ولنا جولة في معهد برج الكيفان حيث جرت ورشات تكوينية خاصة بالمسرح لصالح طلبة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أريد. لا توجد لدينا تذاكر. عرف كممثل، لعب في عدة أعمال سينمائية ومسلسلات تلفزيونية، ثم انتقل من أمام الكاميرا لورائها ليصبح كمال رويني المخرج الذي يقود جوقة من الممثلين والتقنيين. داخل كل ممثل كاين مخرج صغير، ربما كان اللي ديفلوبي كان اللي لا وعليه، يعني يسمى ماشي يعني ما لقيتش ادوار تليق بيا باش رحت للاخراج، ولكن حبيت ندير التجربه هذه. ولما اقترحوا لي هذا المشروع نتاع الفيلم القصير قلت علاش لا ما نخوضش هذه التجربه هذه. حاولت اني برك نحرك هذاك المخرج اللي كاين فيا. يعني همسة الفجر من الافلام القصيره التي انتجت من طرف وزاره الثقافه والفنون عن طريق المركز الجزائري لتطوير السينما، وبمناسبة الذكرى 60 لاستقلال الجزائر. قصة في حد ذاتها يعني الشيء اللي متميز فيها هي المشاركة نتاع الأطفال في الثورة من خلال العفوية نتاعهم، من خلال يعني احنا في القصة نتاعنا الطفل بالعفوية نتاعو من خلال الحماية للكلب نتاعو اللي كان متعلق به، اللي كان صدر امر من عند المجاهدين باش الكلاب تاع الدشره كل يموتوا، وهو متعلق لانه كانوا الكلاب بكري كينبحوا على المجاهدين في الليل، كانت فرنسا تفيق بهم، وعليه كانوا دائما يطلبوا من الاهالي نتاع الدشور هذوك باش يقتلوا الكلاب تاعهم. الطفل هذا كيخبى الكلب تاعو من خلال الربحه والجيه اللي كان يروح يديروا الماكله ويجي ويطلع، هو اللي اكتشف القدوم تاع عسكر فرنسا اللي راح هو بكل عافيه تاعو علم المجاهدين اللي هما في دار باباه كانوا يتعشوا عند باباه ويريحوا عند باباه. ما تخافش. علاش خاف؟ راني قادر على شحال. سبب الجسم. الملاحظ في هذا الفيلم القصير ان البطوله عادت لممثلين هواة، ومن هؤلاء نجد الطفل عبد الفتاح. مثل الطفل في وقت الاستعمار، وقف معايا المخرج عاوني باش مثلت هذا الدور. الفيلم هذا القصير اللي يحكي على حقبة من حقبات الثورة الجزائرية في منطقة من مناطق الجزائر. الفيلم يعني الأجواء اللي كانت في ذلك المكان رائعة جدا، يعني كانت أجواء لأننا نحكو على تاريخ الثورة الجزائرية، والحاجة الثانية أننا حبينا نبرزوا معالم الثورة الجزائرية في تلك المنطقة. وكان أنا مثلت الدور تاع الأب البطل يعني، وكان عندي دور يعني كمركز نتاع مجاهدين، وكنت أنا الوسيط يعني بين المواطنين وبين الثورة الجزائرية وبين المجاهدين. هذا هو الدور واللي إبراز تاريخ الجزائر العميق، هذا هو الدور تاعي يعني. كما تعود البطولة في هذا الفيلم القصير للطبيعة المدهشة التي واكبت الحوار المقتضب. تم تصوير همسات الفجر في منطقة بوسعادة الخلابة. انا نحب بوسعادة بحكم انه انا اصلي من تم، رغم اني نشتغل في عنابة ونشتغل في مصر عنابة، لكن حبيت اني نصور الفيلم في المنطقة هذيك وبالممثلين من المنطقة هذيك. يعني حتى دور رئيسي كنت خديته من تم، يعني هو غويني عبد الفتاح ممثل لي في عمره 11 سنة لكن كان بارع جدا. يعني بالمعهد
المعهد العالي لفنون العرض والسمع البصري ببرج الكيفان استفاد طلبة من الصحراء الغربية من ورشة تكوينية تهدف لإعطاء اللبنة الأولى لتأسيس مسرح قوي بالجمهورية العربية الصحراوية. جاءت هذه الورشات لتعزيز العلاقات بين الجزائر والجمهورية الصحراوية الديمقراطية، وكذلك لصقل المواهب الخاصة بالفنانين هناك، وهي كبذرة لزرع بذرة الأولى لتأسيس المسرح الوطني في الجمهورية الصحراوية. هذه أول دفعة احترافية من شأنها أن تصنع حركة فنية مسرحية هناك في الجمهورية. طبعا الورشات، هناك 4 ورشات، كل هذه الورشات تساهم في فهم أعمق للعديد من الفنون، فنون العرض وخاصة الفن المسرحي، وتفتح أفاق جديدة لصقل مواهب هؤلاء الفنانين ليخلقوا حركة فنية في الجمهورية ولما لا في العالم العربي ككل. 3 4 5 6 7 8 ما تزيدش. تنوعت الورشات وتشعبت لتشمل مختلف فنون العرض بتأطير خاص صنعه أجود أساتذة الجزائر في هذا المجال. اختاروني باش نأطر هذه الورشة اللي هي ورشة موسيقى في المسرح، توظيف الموسيقى في المسرح والتأليف الموسيقي. وحنا درنا عامة المسرح سينما فنون العرض، مثلا الموسيقى لكوريغرافيا، عطيتهم لمحة عامة عن علاقة الموسيقى بفنون العرض. الورشة هذه مركزين مع بعض التلاميذ وبعض الشباب المهتمين بهذا الاختصاص اللي هو اختصاص سينوغرافيا، واختصاص السينوغرافيا هذا يتعلق بكل ما هو ديكور وأكسسوار ولباس وإضاءة على خشبة المسرح. خلال هذه الورشات تطرقنا إلى مفاهيم السينوغرافيا، المفاهيم القديمة والحديثة وبعض المصطلحات التقنية اللي لازم يكون يمتلكها الطالب. قدمنا بعض المعلومات وبعض المعرفة فيما يخص الكتابة الدرامية لتبقى نوع من أنواع الكتابات، وخيرنا المجموعة من المحتويات اللي تخص هذه الكتابة الدرامية اللي مربوطة بالقصة والحكاية وممكن الفكرة. تكلمنا على الفكرة، تكلمنا على العناصر الدرامية، تكلمنا على البناء الدرامي. سيتخلل هذه الورشات إنتاج مسرحي من إخراج الأستاذ عيسى شقاطي. يعني الأساتذة اللي رمي أطرف الورشات هنا هم اللي راح يشرفوا على إنتاج هذا العرض تحت إشراف الفنان والدكتور عبد القادر جريو. هذا العرض الذي سينتج سيكون أول عرض احترافي في الجمهورية الصحراوية وسيجول عدة دول عربية. بحماس شديد أجمع جل الطلبة على أهمية الفن وخطورته في سبيل نشر أبعاد القضية العادلة عبر المعمورة. هذه الورشات كان لها دور فعال جدا في تطوير القدرات التمثيليه للطلبه عامه، حيث استفادوا من معلومات لم يعرفوها من قبل، وهذا الذي يساعد في تكوين المسرح الوطني الصحراوي الذي تعمل وزاره الثقافه الجزائريه بالمساعده وزاره الثقافه الصحراويه على عمل ان يكون هناك مسرح وطني صحراوي بجميع امكانياته من اساتذه ومكونين. نطمح الى كثير من الاشياء ليست فقط السونوغرافيا. نحن هنا لنثبت جدارتنا ونثبت مقاومتنا كصحراويين لهذه القضية، ونتمنى أن نصل إلى أبعد ما نتوقع. خيركم أن تعلم شيئا وعلمه. احنا من هذا الأساس قادرين نخدمه في الحوايج في زوج الشيء اللي قادرين نخدمه به القضية تاعنا على خشبة المسرح وعلى أرض الواقع، هذاك الشيء من دواعي السرور. والشيء اللي مطلوب منا باش نعلمه الأجيال الثانية الصاعدة، احنا نوصلوا هذه الرسالة الأكاديمية اللي تعلمناها، ما لناش خلوها لأرواحنا، نعطوها كمشعل
نسلموه الأجيال إن شاء الله القادمة باش يواصلوا بها إن شاء الله المشوار وتكون قاع الناس استفادت إن شاء الله. من أجمل يعني الورشات اللي خدمنا فيها، وأنا كمدربة أول مرة، من أجمل الورشات اللي خدمت فيها يعني من حيث تدريب الأساتذة، من حيث معاملة، كل شيء توفر عندنا ولينا مليح الحمد لله. نشكر الدولة الجزائرية ونشكر الأساتذة اللي علمونا، نشكر ثاني كل معهد العالي للفنون على كل المجهود وسيرة الأساتذة والمدير. طموحي مستقبلا بأني نعود كاتبة نص مسرحي، عندي رسالة يعني التعرف يعني هو أسلوب حضاري يعني باش نعرف القضية الصحراوية في العالم. قد يتحول الفن لسلاح خطير يناصر الشعب المظلوم ويحارب الاستثمار. إما الجند عنده سلاح ناري للدفاع عن القضية الوطنية، أكيد الفنان عنده سلاح، إما ريشة أو إما آلة موسيقية أو كلمة من منظومة ملحونة، كل واحد عنده السلاح الخاص به. وجبهتنا الثقافية ضريك خاصة جاهد أكثر، والمسرح شنا عنه سلاح يضرب في أعماق العدو، لأنه أولا نبينوا منه معاناتنا، ثانيا نعتوا الثقافة الصحراوية والحفاظ عليها ولصورتها للعالم. سائرين الأعلى نحو الشهداء اللي عطاوا دمهم على ذي الراية، ولأن الجزائر معقل التوار وأرض الجود والكرم، تبقى وفية لمبادئها، تمد يدها للارتقاء بالفن بمساندة كل مظلوم. هي برخية العنايات ونعطينا غالبا اللي معها العنايات تمولي ناطر. Thank you.